السلام عليكم شباب، حياكم الله في حلقة جديدة في ويدو. حلقتنا اليوم لعشاق الأكل البحري، عشاق السيفود. اليوم احنا في فيش إكسبرس، عندهم 3 فروع في البحرين، احنا في فرع شارع بديع. خلونا نشوف تفاصيل أكثر عن المطعم، راح تلقونها تحت في الديسكريبشن، راح أحط لكم أرقامهم وحسابهم بالإنستغرام وكل شيء. وايد حبيت بساطة قاعدة فرع بديع، شوفوا البساطة. طيب اما الحين المرحله الاولى اللي هي الابيتايزرز، انت تبدي بشنو في هذا المطعم؟ طبعا هني تشكيله كبيره ما شاء الله عليهم نزلوا لي، لكن هم انا احب المطعم اللي يقدر الزبون ويجيب له على نطرته هذه قبل لا يطلب كومبلمنتري من عندهم، شغله شيء تجربها على خفيف. فما شاء الله الابيتايزرز وايد والاكل وايد، لكن معنا ناس ورا الكاميرا ما راح يقصرون صدقوني. حبيت انا اراويكم ان مختلف الاطباق اللي عندهم حق الابيتايزرز، يعني نبي ناخذكم على اكبر لفه نقدر ناخذكم. انا وايد طلبت لكم ربيان لان انا اعشق الربيان صراحه، لكن شوفوا عندهم الستافت كراب، عندهم الربيان تمبورا كان حلو صراحه، عندهم البريد كريسبي سكويد، عندهم هذه كان مميز حلو، لان عاده اللي يكون على العصايه كذي يكون دي اي، بس هالمره الربيان. الحين صار وقت المين كورس، الوجبات الرئيسية اللي بالمطعم. طبعا احنا عندنا تنوع جدا كبير، عندنا هذا صحن السوشي والماكي، هذه نزلون كذي يراوننا عضلاتهم مثلا، يراوننا قوتهم، ففي تنوع كبير بس عشان نعرف شنو عندهم من انواع مختلفة. طبعا نشوف ان هني عندنا طبقين سالمون موجودين بطريقة مختلفة. خلوني اقول لكم معلومة عن السالمون، تدرون ان السالمون اسمته دائما تمشي عكس التيار، عشان تيجي تشوفون السالمون عادة تي سمينة تي فيها قوة. معلومة ثانية إن السالمون مليء بالأوميجا 3، عشان تيجي الدكاترة دائما ينصحون على الأقل مرة في الأسبوع لو تأكل لك سالمون. أما الحين خلوني كذي أبدأ أطقطق هني وهناك، ألعب يمين ألعب يسار شوي، ونرجع عشان نقول لكم رأيي. أنا من فترة كنت بسوي رجيم، ولما فتشيت الرجيم أكثر شيء كنت يعني كذي مثل النوع اللي أتشر عليه الشيء اللي كنت دائما أبيه هو السيفود، وخاصة الربيان. يعني صراحة شهيتي انفتحت على السيفود بشكل خيالي، فأنا تأكدوا أنه وايد استمتعت صراحة في الحلقة. فاللي حبيت أن أهم المنيو مالهم وايد متنوع، عندهم من الأكلات الخليجية إلى الأوروبية إلى الآسيوية وحتى اليابانية. حبيت التنوع اللي في المنيو وايد حلو. أما حين وصلنا لآخر بارت، أمزمز بالكيك وعدل مزاجي وننتقل لرأيي. وايد ناس يقولون مو بزين تاكل سمك وبعدها تاكل شيء في حليب أو من مشتقات الحليب، لكن آخر مرة سمعت الدكتور أكد لي أن المعلومة هذه خرافة. الحين لأهم جزء، إيش رأيي في المكان؟ أنا راح أتكلم على عدة مراحل. أول شيء خلينا نتكلم عن ديكور المكان. أنا أحب الأماكن اللي يكون مكان ديكوره بسيط، لمسات هادية، تقعد تحس بالهدوء، تحس بالراحة لأن المكان بسيط. غير كذي الأكل البحري ما عليه حكي، الأكل البحري من أحلى الأكلات بالنسبة لي. أنا أحب المطاعم الهندية والبحرية، وايد أحب خاصة الربيان. بالنسبة للمنيو أنت تعرفوني أنا أحب المنيو اللي فيه الصور، وأخيرا هذا المكان على الأقل والله المنيو متروس الصور أصلا. أحب أنا لما يكون في تنوع في المنيو لأنه يرضي وايد أطراف، نفس الوقت يخليك أنت تنوع لاختياراتك لما تيجي وتجرب المطعم أكثر من مرة. ومثل ما يقولون ختامها مش، صراحة الختام كان تدمير شامل. لازم تيون وتجربون المولتن براوني. شباب لا تنسون تضيفونا على سناب شات انستغرام وتويتر، كل مكان تلقوننا بنفس الاسم. ولا تنسون في نهاية الفيديو ان تقترحون وين تصور المكان الجاي، واذا جربته في شكسوس اكتب لنا رايك هنا تحت بالكومنت. اشوفكم على خير، مع السلامة. هلي انا بالريف صراحة، هني القعدة ممتازة، تقعد لك على هالكراسي اللي هناك على البحر كذي دايركت، والجو روعة. هني في عدة مطاعم عدة مقاهي، يعني هني كم من مطعم وكوفي شوب وكذي، نفس الوقت الجهة الثانية. أنا يا حظ اليوم تشرفت بلقاء منه. والله يا حظي أنا تشرفت فيك ويعطيك العافية. أنا مشكور. والله الرجل هذا مبدع لما دريت حبيبي.